لا 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 عمالك عمالك هاي مش فصوتة هذا انت هاي مش فصوتة على المحل بجاوبه لهذا البني ادم على المحل بجاوبه مالك ليش متضايق مالك من شو يا اسد شو السيري بقول له بس عم بحكي عن فصوتة شو عم تغير قلت له بقول له مالك شو ليش يا اسد والعكس كمان صحيح اذا بقوم واحد الصبح شوف محلى هالبلد اطعم من السما طلع محلاها طلع معنضف الهواء بلد بتجنن الناس بتحب بعض برضه بجاوبه بقول له مالك مبسوط شو باسطك لانه فصوته ولا هيك ولا هيك فصوته بعينيك انت كيف انت هاي البلد كيف انت بتطلع لهون انا مش راح احكي سياسي انا مش راح احكي سياسي مع اني عم بحكي سياسي 9 ساعات بالنهار بس بنته كانت دائما تستناه عشان تسمع منه قصه كل ما بروح على البيت تعبان يابا احكي لي قصه واحنا بنعرف انه الاطفال بحبوا يسمعوا قصص فيش طفل تقريبا بحبش يسمع قصص من اهله بس كان يكابر على نفسه ويحكي هالقصه وهيك ثاني يوم وثالث يوم يكون صعب عليه بيوم قاعد بالشغل اجته فكره مبدع وتكنولوجي اتذكر انه انا عندي جهاز التليفون تبعي طب انا قاعد لسه بالمكتب جاب القصص اللي كان يحكيها لبنته حطهن فوق بعض اجته فكره انه يسجل القصص بصوته على جهاز التليفون تبعه وسجلهن حسب الملفات قصه رقم 1 قصه رقم 2 3 4 حضر 15 قصه لكم يوم من غير ما يحكي لبنته عن السر الكبير المفاجاه الكبرى اللي محضرها لبنته وبعد ما خلص اجى مره بنص الاسبوع بنادي بنته قال لها اخيرا انا تعبت بس المحاضره المفاجاه جاهزه